انتصف نهار القاهرة مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم. وأذن لي أن أرحب بزميلتي العزيزة رانيا محمود قارئة لنشرات الأخبار السياسية لأول مرة. مرحبا بك رانيا، وأتمنى لك التوفيق والتألق إن شاء الله. أشكرك عمرو، مرحبا بك أستاذي وزميلي العزيز عمرو توفيق، كل الشكر لك. مشاهدينا الكرام، نشرة الظهيرة من التلفزيون المصري، مرحبا بحضراتكم. ترأس قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس أحد شعانين صباح اليوم من دير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان وعدد من أبناء الكنيسة. ونائبا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة احتفالية بطريرك الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة المجيد برئاسة كريكور أغسطينيوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة. وقدم محافظ القاهرة التهنئة بالعيد مشيدا بروح الود والمحبة التي تربط عنصري الأمة، مؤكدا أن الاحتفالات التي تملأ البلاد سواء دينية أو وطنية ويشارك فيها كل أبناء الوطن توجه رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان. ترأس البابا فرانسيس بابا الفاتيكان قداس عيد الفصح في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان. ومن المقرر أن يتناول بابا الفاتيكان في كلمته رسالة لإنهاء جميع الحروب لا سيما الحرب في أوكرانيا، وكذلك التوتر المتجدد في الشرق الأوسط وسفن المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط. ومن المفترض أن يعلن مباركته التقليدية لمدينة الفاتيكان والعالم. تصدت الدفاعات الجوية السورية العدوان الإسرائيلي الجديد الذي استهدف بالصواريخ نقاطا في المنطقة الجنوبية وأسقطت بعض صواريخ العدوان. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أنه قصف مجمعا للجيش السوري وأنظمة رادار عسكرية ومواقع مدفعية تستخدمها قوات مسلحة سورية. وزعم الجيش الإسرائيلي أن القصف جاء ردا على إطلاق صواريخ باتجاه الجولان، مشيرا إلى أن المدفعية قصفت المنطقة السورية التي أطلقت منها الصواريخ. حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية لتأمين اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم في اليوم الرابع مما يسمى بعيد الفصح اليهودي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين شرعوا باقتحام ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وذلك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال. يأتي ذلك بينما استشهد شاب فلسطيني مساء أمس برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة عزون شمال غرب الضفة الغربية المحتلة. من ناحية أخرى، أصيب 4 فلسطينيين خلال هجوم للمستوطنين على سيارات بالمدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية. على صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخل قرية ترمسعية شمال مدينة رام الله، وعلى مدخل قرية الطيبة الشرقي شمال شرق المحافظة، كما أغلقت حاجزي زعترة وحوارة ومنعت السيارات من المرور من خلالهما.
وصل وفد دبلوماسي سعودي طهران لمناقشة آليات إعادة فتح اقتصاديات المملكة في إيران، وذلك بعد يومين من لقاء وزيري خارجية البلدين في بكين. وتعد هذه أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤولون سعوديون لإيران منذ الإعلان في العاشر من الشهر الماضي عن اتفاق برعاية صينية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين الرياض وطهران منذ 7 سنوات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تقدم قواتها في الجناح الأيمن لقاطع محور بخموت وسيطرتها على أهم معاقل قوات كييف بلوغانسك، كما أعلنت أن قواتها قتلت ما يقرب من 600 جندي أوكراني على 5 محاور أساسية للقتال خلال 24 ساعة الماضية، فضلا عن خسائر شملت تدمير مركبات عسكرية ومستودعات لذخيرة وصواريخ، فضلا عن إسقاط 7 طائرات بدون طيار. هذا وأعلنت سلطات دونيتسك مقتل مدنيين اثنين وإصابة 16 آخرين بقصف أوكراني استهدف مدينة ياسينو باتايا، فيما استهدفت قوات كييف 7 مدن وبلدات بدونيتسك خلال يوم واحد بنحو 100 قذيفة. وفي المقابل أعلن الجيش الأوكراني نجاحه في صد أكثر من 50 هجوما روسيا في اتجاه ليمان وباخموت وأفيديكا ومارينكا. هذا وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة زاباروجيا أن القوات الروسية قصفت 18 منطقة سكنية بالمنطقة خلال 24 ساعة الماضية، مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين، فيما أفاد مركز تحقيقات أوكراني بأن روسيا تحفر خندقا يمتد 70 كيلومترا حول زابوريجيا جنوب شرق البلاد. يأتي هذا بينما ارتفع عدد القتلى من الجنود الروس إلى 178,150 جنديا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. في غضون ذلك، قال رئيس مركز التدريب القتالي بالجيش الروسي إنه تم تشكيل مجموعات عسكرية روسية مهمتها تدمير الدبابات الغربية التي تم إرسالها إلى أوكرانيا. على صعيد متصل أكد حاكم شبه جزيرة القرم المعين من قبل موسكو إسقاط صاروخ أطلق من أوكرانيا في بلدة فيودوسيا المطلة على البحر الأسود في المنطقة التي تسيطر عليها روسيا. أضاف الحاكم أن الحطام سقط في بلدة بالقرم دون أنباء عن خسائر. هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع التايوانية إن 71 طائرة و9 سفن صينية عبرت الخط الأوسط في مضيق تايوان. وكانت الصين قد بدأت مناورات عسكرية تستمر 3 أيام في مضيق تايوان. وقال المتحدث باسم الجيش الصيني إن المناورات رسالة تحذيرية لمن سمتهم القوى الانفصالية الساعية إلى استقلال تايوان وكذلك القوى الخارجية. يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة تجاه تعزيز الاقتصاد الدائري لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية للدولة وتقليل الهدر والنفايات. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة الزميل محمود إسماعيل موفد أخبار مصر إلى مجلس الشيوخ. محمود، إليك الكلمة. نعم عمرو، بعد التحية، منذ نصف الساعة تقريبا بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وفي بداية الجلسة استعرض المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير و20 عضوا آخرين بشأن سياسة الحكومة تجاه تعزيز الاقتصاد الدائري وبما يحقق الاستفادة القصوى من كافة الموارد الطبيعية المملوكة للدولة وتقليل الهدر والنفايات من استخدام الطاقة والسلع والمنتجات. ويأتي طلب المناقشة هذا، وكما جاء بالمذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، يأتي على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية التي تجتاح العالم هذه الأيام وأدت إلى نقص في سلاسل إمدادات الغذاء وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، الأمر الذي حدا بعدد من نواب مجلس الشيوخ التقدم بطلب المناقشة هذا للبحث عن رؤى وأفكار جديدة تمكن الدولة من مجابهة هذه الأزمة وتقلل من أثارها على المواطنين. كذلك أشارت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة هذا أن الاقتصاد الدائري
نموذج اقتصادي تنموي عرف في منتصف سبعينات القرن الماضي حين طرحته دولة سويسرا كنموذج اقتصادي تنموي يساعد على تقليل الفاقد من استخدام المنتجات والطاقة والسلع. وأشار تقرير اللجنة كذلك إلى أن هناك العديد من الدول التي تتبع هذا النظام ومن بينها مصر، حيث أشار التقرير كذلك إلى أن مركز اتخاذ دعم القرار ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أصدر تقريرا في عام 2020 يشير إلى أن مصر من الدول التي حققت نموا كبيرا باستخدام الاقتصاد الدائري، وهو إعادة تدوير المنتجات من خلال إعادة تدوير القمامة، حيث أقامت الدولة 51 مصنعا في هذا الشأن. كذلك استخدمت الدولة هذا النموذج في إعادة تدوير أو إعادة معالجة مياه الصرف الصحي، وأقامت الدولة 421 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وأن الدولة تسير في هذا الاتجاه، إلا أن النواب طلبوا بالمزيد لمواجهة الأزمة العالمية التي تجتاح العالم هذه الأيام. طلب المناقشة هذا كان من المقرر أن يحضره عدد من الوزراء، إلا أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد هي من تحضر هذه المناقشات وسوف تقوم بالرد على ما جاء بطلب المناقشة. الزميل محمود إسماعيل موفد أخبار مصر إلى مجلس الشيوخ، نشكرك شكرا جزيلا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن تغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة. وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان فقد شددت على استمرار استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بنفس الخطوات دون تغيير، والتي تتمثل في توجه المواطن إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة. وفي حال موافقة اللجنة على العلاج على نفقة الدولة يتم تسجيل بيانات المريض على موقع المجالس الطبية المتخصصة ومتابعة العلاج دون تحميل المريض أي مبالغ مالية. ونشدت وزارة الصحة المواطنين في حال استفسارات بالتواصل عبر الخط الساخن 105. في تمام الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية من التلفزيون المصري، كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني maspiro.eg. في أمان الله.